اهلا بكم متابعينا الكرام من ملعب الامارات، نلتقي بحضراتكم معكم فارس عوض من كابينه التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراه ضمن مباريات بطوله الدوري الانجليزي، حيث سيكون فريق ارسنال يواجه ليفربول. في انتظار ان نشاهد متعه وكره قدم حقيقيه جميله بين الفريقين في ارضيه الميدان. الفرعون المصري محمد صلاح صاحب السرعات، صاحب الجودة في أرضية الملعب، خطر الدائم على المنافس، الإمكانيات، الهداف، القدم، القدرة الهجومية في الملعب والإضافة الكبيرة اللي يقدمها لفريقه. مشكلة الجنرز اللي يبدأ فيها أرسنال اليوم، فريق راح يستخدم هذه الطريقة، هذه الخطة 4-5-1 الهجومية. نبدأ تشكيلة ليفربول واضحة على الشاشة. أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب بجواري ماتن في خط الدفاع، ساديو ماني سيبدأ مع محمد صلاح في مركزي الجناحين، وفي خط الهجوم يتواجد ديوغو. ضربة بداية المباراة عند أرسنال. تنافس مستمر على الكرة. اعتراض للكرة، شوف الكرة مقطوعة. تياغو الكانتارا، هذه كرة هدف الآن. تسرع في التحرك، يقع من خلاله في مصيدة التسلل. شوف الصلابة، انظر إلى القوة البدنية في الاحتفاظ بالكرة. تدخل ناجح على الكرة. الكرة بتروح للمنافس جوردان هندرسون. محمد صلاح بيتخلص من الرقابة، ثقة كبيرة عند حارس المرمى في التعامل مع الكرة، تركها تمر وكأنه يحفظ أبعاد المرمى. هدف التقدم يقترب، يورجن كلوب الآن بتوجيهات بتعليمات يدفع فريقه إلى الأمام. يتدخل الكانتارا ويستعيد الكرة. هجوم من الليفر. حكم يعطي تحت الفرصة للاستفادة من هذه الكرة. يا سلام، شوف التوقيت، شوف استخلاص الكرة بشكل مثالي. التسلل موجود لأن توقيت الانطلاقة مهم جدا. تعرض لإصابة قوية والآن أكيد راح يكون في تغيير اضطراري. شوف الضربة، شوف الآن المدرب في موقف صعب، لازم يتخذ قرار بشكل سريع وفقا لظروف هذه المباراة. جوردان هندرسون، تصويبة لم تكن بالقوة الكافية والحارس كان في الموعد. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. الآن يجد الحلول بتحرك زملائه. تدخل دفاعي قوي، افتكاك للكرة في المناطق الخلفية. محمد صلاح، قد تكون هذه الفرصة. خطأ قد يضطر حكم المباراة لإشارة بطاقة في وجه اللاعب. محمد النني يحصل على الكرت الأصفر. تفضل يمر الكرة. دفاع ككتلة واحدة من الخلف دون الاندفاع للأمام. محاولة هدف تقدم. تصدي على الطاير، ارتماء ناجحة هنا على الكرة تمنع الهدف.
بيرسل الكرة لوسط المنطقة. وتبعد الخطورة. تدخل ناجح على الكرة. مساحة على الطرف أمام محمد صلاح. أوهو. الحارس والقائم معا. جوردان هندرسون. حلو التدخل، بيخلص الكرة بدون ارتكاب أخطاء. والكرة خطيرة بعد ابتكاك ممتاز في مناطق الخصم. هذه خطرة. أوه، ضغط متقدم وابتكاك الكرة في المقدمة. فرصة للعرضية. كرة باتجاه المرمى، وجدت الحارس بالمرصاد. كانت فرصة رائعة للتسجيل في اللقطة الماضية لكنها ضاعت، وهل سنشاهد فرص مشابهة أم لا؟ والراية تعلن عن وجود تسلل في اللعبة. التوقيت، دائما نقول التوقيت هو المفتاح. تمريرة راحت بشكل مبكر إضافة إلى البطء في التمركز الصحيح. أضاعوا الكرة. صراع بدني في اللقطة في محاولة الحصول على الكرة. محمد صلاح بيتخلص من الرقابة. تسويب الآن يوقف حارس المرمى. ليفربول يحصل على ركنية وفرصة ليتقدم في النتيجة. ممكن هجمة مرتدة الآن. تدخل بشكل سليم، شوف استخلاص الكرة في اللقطة السابقة. ملعوبة إلى أبو صلاح. انتهت المحاولة والكرة مع الفريق الخصم. بيعدي فيها، بيمر بالكرة، شوف كيف يتفادى التدخل. الله على اللقطة. فرصة والمساحة موجودة. تأني كان مطلوب في التعامل مع الانفرادة. التسديد بقوة ليس الحل الأمثل هنا. كرة مرت قريبة. تحت الضغط في هذه اللقطة. يعاني في التحرك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية. بوكايو ساكا هنا في مكان خطير. بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. هندرسون. تسلل واضح جدا. حكم المباراة يحتسب هذه اللقطة. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. محمد صلاح. الكرة مع فابينيو. بدون اندفاع الآن، دفاع ملتزم على خط المنطقة. أوهو، على التصدي ورشاقة. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. لكن تنتهي الخطورة بدون أي تأثير حقيقي. فرصة للتقدم في المباراة. تركيز عالي كان من حكم الرأي في اتخاذ هذا القرار، لأن الفارق اللي كان يتقدم فيه المهاجم عن خط الدفاع فارق بسيط لا يذكر. حكمت المباراة تضيف دقيقتين كوقت بدل ضايع. فابينيو. جوردان هندرسون. تسلل على محمد صلاح. يتقدم بالكرة للهجوم. تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس.
النتيجة السلبية مع نهاية الشوط الأول. محمد صلاح اللي نعرفه لم يظهر بأفضل شكل في شوط المباراة الأول، كان قريب من هز الشباك لكن العارضة وقفت أمام كرته، وأعتقد بأن أمامه فرصة في الشوط الثاني، عنده مجال أنه يهز الشباك ويساعد فريقه على الفوز. محمد صلاح بيتخلص من الرقابة، ثقة كبيرة عند حارس المرمى في التعامل مع الكرة، تركها تمر وكأنه قد تكون. ليفربول يعلن عن بداية الشوط الثاني. تدخل جميل من اللاعب. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. شوف كيف خلصها، يا سلام على قطع الكرة. الكرة وصلت لمحمد صلاح، حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. يفقد الكرة، حارس المرمى ببراعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. معاناة كبيرة واضحة الآن، وبادي أيضا على وجهه، وبالتالي راح يكون في تغيير. افتكاك ممتاز للكرة، ملعوبة إلى أبو صلاح. دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا الهجمة. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. بيكرها بشكل ممتاز، الله على قطع الكرة. استخلص الكرة بشكل، يتقدم الكرة، فرصة خطيرة. يا الله، كم ممكن تكون هدف؟ الله على التدخل. محمد النني يعاني في التحرك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في اللقطة الماضية. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. واضح غياب التركيز عند التمرير سبب انقطاع الكرة. ولدي المساحة، راية موجودة تعلن عن وجود حالة تسلل في هذه اللقطة. تمريرة تلعب بشكل مبكر وكانت متسرعة بعض الشيء. أعتقد المدرب راح يدفع بلعب بديل في اللحظات القادمة. ليفربول يهاجم، كان ممكن تكون خطيرة لكن يفقدها ويتغير الاستحواذ. تسديدة قوية على المرمى لكن راحت بعيدة لأن لم يضع فيها أي تركيز، سدد بدون تصويب. في اللقطة الماضية خرجت بدون خطورة. شوف الضغط العالي الآن على الدفاع، استخلاص الكرة في مناطق الخصم. تصويبة افتقدت القوة، وجدت طريقها إلى الحارس. هفوة هنا في لعب الكرة قد تشكل خطورة. وخطأ يحتسب حكم المباراة، واعتقد أن عليه أن يكون أكثر حذرا لأن عنده إنذار في وقت سابق. الحكم يمنحها فرصة أخرى ويكتفي باحتساب الخطأ. الإنذار كان سيعني الطرد.
كرة تبدأ بين أحضان حارس المرمى. محمد صلاح بيمر فيها بيعديه، كرة هدف محقق، لكن الحارس يقول لا، ردة فعل استثنائية، برافو حارس المرمى. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء، مستحيل هذا التصدي، الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس خلصها. الله على النني في هذا التدخل. محمد صلاح بيتخلص من الرقابة. أوه، الهدف تأخر كثيرا لكنه قد يكون حاسما. مباراة استمرت كثيرا بالتعادل السلبي، لكن الإثارة، كل الإثارة تأتي بهدف قد يكون مفتاح الفوز في هذا اللقاء. واضح سعادة المدرب يورجن كلوب بهذا الهدف والتقدم أيضا في النتيجة، دائما تعابيره واضحة ومكشوفة. إذا أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. يا سلام، شوف التوقيت، شوف استخلاص الكرة بشكل مثالي، عنده فرصة للتسجيل. أوه، الكرة في المرمى، الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. نشوف الهدف من بدايته، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل سليم في موقف واحد على واحد، لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. بيخلصها في هذه اللقطة. الكرة وصلت لمحمد صلاح. تسويب صلاح. يا الله، شوف التصدي، حارس المرمى بجنون في هذه اللقطة. تغيير في صفوف الجالرز. ركنية في المنتصف، تغطية سليمة بيبعد الخطورة. كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. كرة تتهادى عند حارس المرمى. خطيرة الآن مع ليفر، خطرة. الله الله الله، على السحر، على العطر، على النثر، على الفلسفة، على الهندسة. يا سلام يا سلام، محمد صلاح يسجل الهاتريك، طريقهم دائما إلى النجاح، ثلاثية تؤكد القدرة، الإمكانيات، الأهداف التي تجعل رجل المباراة بلا منازع. شاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. ملعوبة إلى مو صلاح، يستخلص الكرة الآن، تدخل، هذه كرة هدف الآن. ممتاز حارس المرمى في التصدي، موقف صعب، واحد ضد واحد في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي، الكرة الهوائية، الله على التصدي. تدخل ناجح على الكرة، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح في المرمى.
رب، يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. شوف إعادة الهدف، هجوم جميل من المدافع ثم سجلها واحد. في مباراة شهدت الكثير من التوقفات، حكم بقرار احتساب 5 دقائق كاملة كوقت بدل ضايع. تدخل سليم وافتكاك سليم للكرة، تصل إلى محمد، بر فيها، انطلق فيها، راح راح، أوهو، كرة في المرمى من محمد صلاح. حذف اللقاء بكل قوة، يضيفون هدفا آخر في هذا التوقيت. فريق لا يمل من تسجيل الأهداف ولا يمل من متابعته أبدا. نتيجة عريضة جدا من المستحيل تعويضها. واضح تأثير إصابة على اللاعب، متوقع أن راح انتهت المباراة. فوز وثلاث نقاط لمصلحة ليفربول. أداء استثنائي اليوم وفوز عريض يجعل الفريق يحقق 3 نقاط بأريحية كبيرة وأفضلية مطلقة في ملعب المباراة.